في أجواء إفريقية خالصة تنقلنا الموسيقى بإيقاعاتها الجميلة إلى سحر وعمق القارة المليئة بالمواهب والإبداعات الكروية. أساطير الكرة كانت حاضرة بوجود جورج ويا وكانو والحاج ديوف وصامويل إيتو ودروغبا وأسماء أخرى صنعت المجد الكروي إفريقيا وعالميا. في هذه الأجواء احتفلت أسرة الكرة الإفريقية بالأفضل، وجائزة اللاعب الأفضل في القارة انحصرت بين الدولي المصري ونجم ليفربول محمد صلاح وزميله في الفريق الإنجليزي الدولي السنغالي ساديو ماني، بالإضافة إلى مهاجم أرسنال الغابوني بيير أوباميانغ. والجائزة في النهاية كانت دون مفاجآت من نصيب محمد صلاح للمرة الثانية على التوالي بعد مستوياته الرائعة في الدوري الإنجليزي ومع منتخب بلاده. مدرب المنتخب المغربي الفرنسي إيرفي رونار الذي قاد الأسود لكأس العالم بروسيا بعد 20 عاما من الغياب توج بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا متقدما على مدرب المنتخب السنغالي أليو سيسي ومدرب الترجي التونسي معين الشعباني المتوج بدوري أبطال إفريقيا. المنتخب الموريتاني نال جائزة أفضل منتخب للرجال متفوقا على منتخبي أوغندا ومدغشقر، فيما تحصلت نيجيريا على جائزة أفضل منتخب للسيدات. وبعد التتويج أعرب صلاح عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الثاني على التوالي، مهديا الجائزة لبلاده. Good evening everyone. I can't believe it's been a year since I was. مساء الخير للجميع. لا أصدق أنه قد مضى عام منذ كنت هنا في المرة الماضية. دائما ما أقول إن هذه الجائزة مهمة جدا بالنسبة لي، لأنني تابعت الفائزين بها وأنا صغير وراودني الحلم بأن أكون واحدا منهم يوما ما. الآن أنا فزت بها مرتين وأنا فخور بذلك. أود أن أشكر عائلتي وزملائي والجماهير التي تساندني وكل من كان له دور في مشواري أوصلني لما تحقق اليوم، وأود أن أهدي هذه الجائزة لبلادي مصر. في مداخلة سابقة قال موفدنا إلى دكار نافع بن عاشور إن الكرة العربية تألقت قاريا وعلى عدة أصعدة ليبقى تتويج المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب الحدث الأبرز في هذا الحفل. مساء الخير، هنا نصل إلى نهاية يوم طويل هنا في العاصمة السنغالية داكار التي كانت القلب النابض للكرة في القارة السمراء اليوم باحتضانها لاجتماع حاسم للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية والذي أسفر عن منح مصر شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا بدلا للكاميرون بعد تنافس مع ملف جنوب إفريقي قوي، لكن غالبية الأصوات 16-1 منحت مصر شرف تنظيم الكان للمرة الخامسة بالنسبة لبلد الفراعنة، والكان تعود للملاعب العربية بعد الغياب منذ 2006، وأيضا مصر كانت آخر من نظم من العرب في 2006 حفل الكاف أوردز. نحن الآن متواجدون هنا أين انتهى الحفل منذ قليل، حفل جوائز الكونفدرالية الإفريقية للمتألقين في سنة 2018 من لاعبين ولاعبات ومنتخبات إفريقية ونوادي. طبعا الحصاد العربي ايضا كان مميزا في الكاف اووردز، محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري خلف نفسه بتتويجه بالكره الذهبيه للموسم الثاني تواليا، طبعا على حساب ساديو ماني الذي كان مرشحا فوق العاده في بلده وفي دياره للتتويج، وكانت تسريبات انه سيكون المتوج، لكن صلاح حصد ما حققه من نجاحات في عام 2018. تواجد ثلاث عرب في التشكيله المثاليه للكاف، طبعا مهدي بن عطيه واشرف حكيمي، اشرف حكيمي الذي كان ايضا تحصل على جائزه احسن لاعب شاب إلى جانب محمد صلاح، هذا الثلاثي العربي في التشكيلة المثالية. طبعا أيضا تحية لمنتخب موريتانيا الذي استحق أن يكون أحسن منتخب في 2018، تحصل على هذه الجائزة بوصوله لكأس أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ منتخب المرابطون. حفل كان ممتاز، حضور لأول مرة طبعا، حضور مميز وكبار الشخصيات يتقدمهم رئيس الدولة السنغالية كذلك جاني أنفونتينو رئيس الفيفا، طبعا
المنظم رئيس الكاف، وكل الذين توجوا في السابق بالكرة الذهبية الإفريقية في تقريبا من سنة 92 إلى غاية 2017 في 25 سنة الأخيرة في ربع قرن من التألق في القارة السمراء تواجدوا هنا. أسماء كبيرة، جورج ويا، دروغبا، إيتو، عديدة هي الأسماء تواجدوا هنا، وكان حفلا مميزا في انتظار حصاد عربي أوفر للكرة العربية في القارة السمراء في السنة الحالية 2019. هذا الحصاد